الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا انثى، الموت الذي اخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم واسكنهم القبور بالاستئذان، الموت الذي اذا ما حل ضيفا حل عليك اما ان يكون ضيفا خفيفا واما ان يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله، الموت الذي جاء الى اعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه بناته فاطمه بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله. واه واه. أسيت في الموت. ما بعرف في الموت.